الله يحييكم يا نافدة من بدأ. طيب اليوم خميس وين أفلحتوا؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ ترى احتفلت مع جوزي ذكرى زواجنا. لا تعلمني يا ابوي، لا تعلمني شيء. ايوه طيب انت عاوز ايه دلوقتي؟ معلومتك هذه حلت قضية فلسطين؟ حركت عجلة الاقتصاد في البلد؟ لا، ها وش ابغى بالمعلومات انا؟ انا وش استفيد انا دالحين؟ انا وش استفيد؟ انت تسأل وش سوينا؟ ما هو يعني وش سويتوا؟ وين رحتوا؟ وين ما انا قلت لكم وين رحتوا؟ ولا والله صح والله ما انظر. ها معلش كمل كمل كمل. قاعدين في البيت، ها قلت ما يرزق، كلنا قاعدين في البيوت. ايش ايش؟ ايوه يقولون شي واحد مات الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، عندنا في مكة هني في المهرجان حق الشرايع كان يعرض فوق المسرح و لا اله الا الله طاح مكانه، ان الله يرحمه ويغفر له. دكتور دكتور زهراني يقولون دكتور يعني يشتغل في الدكتور يعني يشتغل في الدكتور. ها والله ان بهميلة بهميلة ما يعدلها الا ربي من فوق سبع.